بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم دكتور خالد بن أسود الحليب. إن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن قواقع حفريات و رخويات كثيرة جدا. ممكن تلقون رخويات كثيرة، يعني أكثر من 10,000 نوع من أنواع الرخويات ممكن تلقون، يعني أشياء كثيرة جدا. طبعا هذا أخذت هذه العينة من شواطئ البحر ودرستها، ولقيت فيها طفيليات وميكروبات وديدان مجهرية وأشياء يعني فظيعة جدا ممكن تلقونها في هذه العينات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات في الفترة السابقة القادمة.